قد ايه بكون خجلان لما اغلط، عارف يا ربي لما باجي اصلي ليه بتلخبط، بقول هو ممكن يقبل صلاة من حد عاصي، وازاي بصلي وانا ميزاني مليان معاصي، عارف انه شيطان عايز يبعدني بيوسوس، بقول اعوذ بربي واجمد قلبي واتنفس هوا بحسه من الجنة، فبحمد ربي واتمنى صلاتي تكون له مقبولة، وبرجع للصلاة تاني مادام ربنا هداني، فكل مشاكلي محلولة.